ويا بت جمالك هبشني ولهب شجت في العباية، رمان خدودك طوشني خلى فطوري عشاية. طب والله قمر، قمر وعسل وبطة مدورة، رجال انتصف نظرهم إياك يا أخت البت مفيدة، لا حس ولا خبر. طفشت يعني؟ إن شاء الله، بس أنا خايفة هيكون حد لعب في راسها. أحسن ياما، البت دي مش مظبوطة، وحسن كان عمال يدور ويلف وراها. يا مري، انت بتقولي ايه يا بيت؟ زي ما بقولك كده. طب تعالي تعالي، همي همي، روحي اطلع. مين؟ يو، ما قلنا مين؟ ما تنطق يا اللي على الباب. نعم، هو اللي يدور لي عليه وقولي له يجيبه حالا. ده انا حوديك في 60 داهية، انا حفرج الناس عليك، انا هخليك تبات الليله دي في قبرك يا محروس. وماله؟ ما همك شيء؟ يا لهوي بالي، ده ايه اللي انا شايفه ده؟ هو في كده؟ انت حلم ولا حقيقة؟ ده انت ولا اللي في الحواديت يا فوزية. انت قليل الرباية. عارف انا يا قتل يا مقتول عليك يا فوزية. انا لو البلد كلها عرفت ان انا هنا دلوقتي معاكي ولا يهمني. انا يا جوازي منك يا موتي يا فوزية. مجنون انت ولا ايه؟ مجنون. يا لهوي انت يا بنت مخفية انت؟ يلا انت يا بنت ولا ايه؟ ها؟ طب والله ما انا ماشي غير ما تفتح. افتح يا بنت. ايوه في دماغك، تفتح. حاضر حاضر. انت نمت يا بنت ولا ايه؟ ايوه كنت نايمة. امال مالك؟ اصلي حلمت بعبد الله اخويا الله يرحمه. الله يرحم، حلمت بيه كده؟ طب تعالى انا عايزاك اقعدي. اقعدي. قعدت اهو. الواد حسن ولدي. ماله؟ شكله عامل نصيبه وهيفضحنا كلنا. هنتفضح. كلمني اول ما تصحى. هيحصل. حسن، اللي احنا اتفقنا عليه هو الصح، صدقني والله. ماشي، باي. انا عايز اعرف انت ملتك ايه؟ هتستفيدي ايه يعني؟ ده انت بتهزري بقى. انت اللي داخله شمال من غير اي سبب. انا عايز اعرف الواد ده عايز منك ايه. اولا ما اسموش واد، ده ابن عمك حسن. وبعدين عادي لما ابن عمي يوصلني. انت عارفه ايه المفروض بقى؟ انه كان يطلع ويشرب شاي ويبات كمان. ده انت مجنونه. لا مش مجنونه، اللي انا بعمله ده هو الصح يا ست شهد. انت بس اللي مش واخده بالك. يا ريت بقى يا ست البنات تعرفينا يا حبيبتي ايه هو الصح اللي انت بتعمليه. لازم حد يا ماما يبقى واقف في صفنا، يبقى جنبنا، نعرف منه كل اللي احنا عايزينه. ما هو اخد الحق حرفة ولا انا غلطانه؟ لا، وانت بتغلطي. اقعدي فهميني بقى الحرفة اللي انت بتقولي عليها دي. اللي زي مروان ده مش هنقدر ناخد منه اي حاجة. هو صحيح يبان طيب وهادي، انما اللي زي ده لو قلب ما تعرفيش تاخدي منه ولا حق ولا باطل. انما حسن خفيف سهل، تقدري توديه وتجيبيه، وهو ده اللي احنا عايزينه. يعني كده قال لك حاجه؟ لسه. طب حضرتك قلت له حاجه؟ لا طبعا، هو انا هبله؟ لا انا مش فاهمه اي حاجه بقى، ممكن تفهموني؟ طب فتحك في حاجه يا بنتي؟
لا يا ماما انا اللي فتحته. نعم يا اختي، فتحتي في ايه ان شاء الله يا يا مول عريف؟ قلت له يعمل بيزنس يا ماما، قلت له لازم يبقى ليك بيزنس هنا، لازم يخلع نفسه من عمي، مش هيفضل طول الوقت عمي حاطط ايده عليه. ورده بقى ان شاء الله كان ايه؟ جاي، وحياتك انت يا كريمه جاي. بقول لك ايه يا فوزيه؟ امر يا اختي. انا عايز اتجوز مروان، لازم اجهر مرته هي وابوها لحد ما تولع فروحها كده، وان شاء الله بعون الله 9 أشهر بعد ما يتجوز ويكون شايل ولده على يده. ودي هتعمليها كيف دي؟ كده انا عارف اعمل كل حاجه، انت بس فكري معايا. بتمين في البلد بناته حلوين كده وبيخلفوا صبيان. اها مالك يا بيت؟ ها مصدع راسي وجعاني. بقول لك ايه، انا مش عاجبني حال البيت ده، عبد الحكيم كده على طول بره، وعيالك كل واحد منيهم في ناحيه، وبعدين زي ما انت قلتي الواد حسن ده لازم نلمه شوي. يعني انت مصدعه ولا بتفكري في العريس؟ ها ايوه، وماله يا بيت؟ هو عيب ده انا افرح لك. لا عريس ايه وبتاع ايه؟ طب تصدق يا بيت، انا طول الوقت ببرم كده ادور لك على عريس يكون قيمه وسيمه ويليق بيك. امال ايه وانت شويه، ده انت ست البنات، لو في حاجه كده ولا كده انت هتقولي لي. صح انا اختك حبيبتي. ايوه صح صح. يوه طيب، ها بقول لك ايه؟ قولي قولي. استني بس، ولو الواد العبيط ده، يا بنت مالك ما تزعنيش كده، لو الواد العبيط ده كلم كل حاجه قولي لي دغري. ماشي ماشي. مالك يا فوزيه؟ عايزه انام عايزه انام. طيب ما انا بقول لك اهو، اقطع دراعي ان هو اللي عارف كل حاجه عن مفيده، فاهمه؟ ايوه فاهمه. تصبحي على خير. ها مالك يا بنت، هو في ايه؟ دماغي وجعاني. سلامتك، اعمل لك شاي. لا متشكره متشكره جو. تاكلي معايا لقمه؟ يا لهوي يا لهوي، يخرب بيتك ده انا نسيتك. يا ستي يخ تحب موت. قوم يا محروس، قوم قوم يا محروس، قوم. ما حدش هيتجوزك غيري. طب قوم يا اخويا قوم. ما حدش هيتجوزك. ازاي؟ قوم هتودينا بتاعي. استنى استنى. عايزة حاجة يا فوزية؟ لا يا اخويا ما عايزاش، عاوز ايه يعني؟ سجادك دي يعني لا على حامي ولا ده، في حاجة؟ أصلي قولي وخلصيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي جالي عريس. جالك عريس؟ انت شايف ان ده وقته يا فوزيه؟ ايوه يا عبد الحكيم، ده وقته، والنصيب لو راح مش هيرجع تاني. عبد الله لسه مدفون. ها الله يرحم، بس خلاص انا ما عدتش استنى اكتر من كده. عبد الحكيم انت خابر انا عندي كام سنه؟ انا جربت انسى ان انا بنت زي بقيه البنات، وقلت خلاص يا بنت اقبلي بالنصيب، كفايه عليكي ولاد اخوكي حسن ومروان، وانت كمان ربنا يخليك ليا. ده انت مش بس اخويا، انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا في الدنيا دي. بس تعدي الليالي وتاجي الايام وارجع افكر تاني، هو انا ايه؟ حجر؟ جبل ما بحسش؟ أنا ليه محدش بيبصلي ولا يعبرني؟ وحش أنا إياك؟ لا ده أنا مال وجمال وبنت عيلة وأخويا زينة الرجال، أمال إيه عاد؟ لكن أرجع وأقول الحمد لله، أنا ما أقدرش أقول غير كده، حتى لو أنا مجهورة ومش راضي، بسمع الحريم في البلد بيقولوا عليا العانس،
اللي ما حدش بيعبرها، وانا احسن واحده فيهم ما استعنهاش خدامه عندي. فوزيه اسمعني يا عبد الحكيم، عشان الكلام اللي هقوله ده ما هعيدوش تاني. يمكن يكون العريس ده هو اخر الرجل، يمكن يكون المحطه الاخيره اللي القطر هيوقف فيها. وانا صراحه تعبت وما عدتش قادره، وما عايزاش القطر يعدي وما اركبش فيه. خلاص يا فوزية خلاص. وده شفتيه فين وعرفتيه ازاي ومين قالك عليه؟ انا هقول لك، بس عايزاك تفكر كويس وتفتكر ان ده هيبقى اخر الرجل. مين يا فوزية؟ محروس. خدام قومي قدامي، قومي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اتأخرت عليكي؟ لا أبدا. صباح الخير. صباح النور. أنت خارجة يا ماما ولا إيه؟ مسافرة يا حبيبتي. مسافرة فين؟ رايحة البلد، عندي موضوع صغير كده هخلصه وأرجع على طول. ماما أنا جاية معاكي. تيجي معايا فين؟ أنا هرجع بكرة الصبح. انسي، مش هسيبك تروحي لوحدك، أنا هاجي معاكي. والله يا ست كريمة أنا شايف إنها لازم تيجي معاكي فعلا. وعايزكم بكرة إن شاء الله وأنتوا جايين أول ما تقربوا على محطة مصر قبلها بنص ساعة بس تكلموني وأنا هاجي أخدكم على طول. قولي يا عزة، اللي انا بعمله ده صح؟ ماما هو انت ناويه تعملي ايه بالظبط؟ ست كريمه اللي انت هتعمليه هو عين العقل. انا عايزك اول ما تروحي البلد ان شاء الله تلمي كبارات البلد عشان لما تعملي حاجه ما يبقاش حد له عندك حجه. والله يا ابني قعدت ادربها يمين وشمال، قلت بقى اهو اللي في الخير يقدمه ربنا. انا كل اللي يهمني اريح عبد الله في تربته. الله يرحمه ويحسن اليه، واللي انت هتعمليه هو عين العقل. صدقيني اللي عنده حق بيدور عليه وبياخده بالعافيه. يلا بقى عشان ما نضمنش الزحمه في السكه. يلا يلا يا اختي، انتي مرتبه نفسك. سيبي الشنطه زينب، سيبي. طب هجيبها. ابوك لو عارف ان انت بتقابلني على فكره ممكن يطين عيشتك، مش بعيد يقتلك كمان. هو احنا كل ما نتقابل وهنتكلم وفي الليله دي؟ عندك حق. انت عارف ان امي سافرت لكم النهارده؟ ربنا يستر. هيستر منين بقى؟ انا حاسه كده ان هيبقى في مصيبه جديده. بس سيبك انت بقى من الكلام ده كله، عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ انت ليه مهتميه بالحكايه دي قوي كده؟ عادي، انا حابه يعني ان انت يبقى ليك البيزنس بتاعك. الاولى انك تفكري في روحك. ومين قال لك بقى يا حسن ان انا ما بفكرش في روحي؟ لا افهم. تعالى نقعد وانا هفهمك. ما انت يا حسن لما يبقى عندك البيزنس بتاعك وانا اللي فتحت لك السكه ده اكيد هبقى معاك ولا ايه؟ طبعا. طيب هتعمل ايه؟ معرفش والله. هو ايه اللي معرفش والله؟ امال مين اللي هيعرف؟ وبعدين يعني العمر بيجري، واللي هتقدر تعمله دلوقتي مش هتقدر تعمله بعدين. طب هشتغل في ايه عاد؟ لما انت تقول كده امال اللي مش لاقين ولا مليم يقولوا ايه؟ واللي مش لاقين الصفر حتى يبتدوا منه يعملوا ايه؟ طب انت في ايه في دماغك؟ اقول لك وما تفكرش شمال؟ شمال كيف؟ ما هفكرش. ولا هتقول يعني عشان انا قفش عليكم وحاسه ان انتوا واكلين حقنا وكده؟ تاني يا ريتال. ما احنا لازم نبقى واضحين من الاول يا حسن. قولي يا ست انا سامحك وما فيش اي حاجه في دماغي. تستورد من الصين. استورد ايه؟ وروح تشوف ايه اللي عندهم ينفع هنا. وانت عارف بقى الصين، تقول لها تعمل ايه هتعمله. بعد كده يعني تفتح شركة للاستيراد. صدقني يا حسن شهر ولا اتنين وهتلاقي نفسك حاجة تانية خالص. تفتكري؟ اه طبعا.
مش هتتغدى يا بوي؟ ما انت مش هتفضل قاعد ساكت كده، لازم تتكلم وتقوم وتطلع. سيبيني دلوقتي. لا يا ابوي مش هسيبك. انت لازم تعرف ان ضفرك برقبه عيله عبد الحكيم دي كلها، وبعدين مش هو اللي يكسرك. وعايز الحاج يا ابوي، انت غلطان عشان هو كان عمل اللي عمله كنت رددها له في التو واللحظه. انت ما فاهماش حاجه يا نادر. طيب تعالى ناكله وفهمني اللي انت عايزه. بقول لك كمليني يا نادر، فهمليني. لا يا ابوي مش ههملك كده. يا بنت انا ما تقولش بقى في مناخير الاكل، سيبيني بقى في حالي انا. إلهي تولع بجاز انت وبيتك كله يا عبد الحكيم. راح تكلمتها منك لنفسك كده يا محروس؟ وقلت لها يا محروس؟ والله يا ابو الحاج انا لا قلت ولا عدت. انا كل اللي انا يعني لمؤاخذه طلبته يعني طلبت القرب. هو اللي يطلب القرب يكلم الحريم ولا الرجاله؟ والله يا ابو الحاج انا كل اللي انا قلته يعني ان انا يعني قلت استاذنها يعني يمكن توافق او ترفض كمني غلبان يعني. يا راجل غلبان غلبان ايه؟ انت مش غلبان، انت خدامها. تعال. قلت لها ايه؟ والله يا ابو الحاج انا ما قلت ولا عيت، انا لقيتها جايه من على السكه كده فقلت لها والنبي يا ست فوزيه تسمحي لي بكلمتين وبس، كل ده اللي انا قلته. القلم ده عشان عقلك ما يوزكش تكلم حريم عبد الحكيم تاني، فاهم يا شخص؟ فاهم؟ انت انت ولا انت ايه؟ جحش جحش يا ابو الحاج جحش. جحش. طيب يا جحش قلت لها ايه يا جحش؟ ها؟ قلت ايه؟ ما قالتش حاجة، ما قالتش حاجة، سابتني ومشت. ابو الحاج لو انا كنت زعلتها في حاجة ولا اتضايقت مني في حاجة اروح ابوس رجليها. شت خلاص خلاص. وانت بقى معاك ايه عشان تقدمه الشبكة دي؟ ها؟ كل اللي حيلتي تحت امرك يا ابو الحاج. كام يعني؟ أنا دبرت من شغلي 10,000 جنيه. 10,000؟ أجيب بيهم إيه؟ شربات؟ محروس أنا موافق إنك تتجوز فوزية. ربنا يخليك يا أبو الحاج وما يحرمنيش منك. بس خلي بالك القلم اللي انت خدته ده عشان طول عمرك تفتكر انك بعد ما بقيت جزه بس برضه خدامها، فاهم؟ خدام ومداس في رجليها. الشبكة علي انا. ربنا يخليك يا ابو الحاج، ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. بس لو جت فوزية في يوم من الأيام واشتكت منك لازم تعرف إنك بتبقى بتحفر قبرك بيدك. أحفره من دلوقتي، ولو اشتكت مني ولا اتضايقت أدفن نفسي فيه من دلوقتي. وربنا يخليك ليا يا رب. لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا أبو الحاج. امشي امشي. السلام عليكم. كده بتلعبي من ورايا يا فوزية؟ حبيبتي 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 حبيب بيتك. تعالي يا اختي تعالي تعالي. قولي لي محروس كان جاي يخطبك صح؟ ساكتة ليه يا بيت؟
ايوه صح. لي 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 يا الف نهار ابيض، الف مبروك، فرحت لك من قلبي يا بنت. لا ده انا واخده على خاطري منك. يو واخده على خاطرك ليه يا اختي؟ قولي لي انه جاي عشان افرح معاكي. طب تصدقي انا طول الليل يا فوزية ابكي كده واكلم ربنا، يا رب دي غلبانة وكانت حلوة والله، يا رب حرام فك نحسها، دي كبرت وعنست والحمد لله ربنا سمع دعايا. نمال ونصفك يا اخته بمحروس ماله. تقصد ايه يا جبرية؟ يعني مش وحش، لا حلو والله، وان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يرزقك ببت ولا ببتين حتى ولو في بطن واحده عشان تلحقي امال ايه. والحمد لله اديك صبرتي يا اختي ونولتي، والله محروس مش عارفش قوي يعني. لا حلو يا اختي، كويس كويس. صبرتي ونولتي؟ ماشي يا جبريه. تقصد ايه الولية دي بسبورتي ونولتي؟ يمكن عشان محروس كان أجري عندنا؟ كده؟ بتكدين يا جبرية؟ بس خلاص قولي اللي تقوليه واعملي اللي تعملي كمان. أنا خلاص بختي جاني والنحس تفك. وبعدين ماله يعني محروس عشان غلبان؟ انا حكبر وعليه وحخليه زنت الرجاله كمان. ايوه امال ايه، وانا قليل اياك. تبقى الولية خايفة لطالب بحقي من عبد الحكيم وبمالي كمان، عشان يقديه عبد الحكيم ضربه وكسره وحسس انه ولا حاجة. مش مهم، المهم انه محروس بيحبي وانا كمان هحب. ايوه امال ايه، مش هيبقى جوزي وهتبقى راس براس اي حرمة في البيت هنا من هنا ورايح. وهعمل فرح كبير 10 أيام بلياليهم، هوكل الناس وشربهم عشان يحلفوا بفرح فوزية، وحجيب عوالي، حجيب عوالي يرقصوا ومغنواتية وحوزع فطير وجرس ورز ولحمة وكحك كمان. بس عبد الحكيم مش هيرضى، هيقول لأخوك لسه ميت. ما اللي مات مات خلاص، الله يرحمه بقى، وانا حشيل هم اللي مات كمان. كان مين شال معايا الهم اياك؟ ما كفايه السنين اللي راحت من عمري. طب والله لولعها وحخلف يا جبري واجيب عيال يملوا علي البيت.